دلال رح على فكرة صوتك سابق سابق من الصورة يعني أنا عم بسمعك لأنه yeah, أنت yeah. تسمعينا من تليفون لكن أنت شفتها على الشاشة مزبوط. أوكي دلال عندنا هون ست كروت أحمد هلأ ست كاردز فتحهم على ال شايفاهم دلال؟ أنا شايفي لا بعد أوكي هون لو أعلى شوي شوف الكاردز يعني هي أصلا يوصل للإرسال عرفت؟ أوكي بس مش شايفي شو هن بيّنوا قدامك هلأ دلال؟ إيه بيّنوا أوكي بيرفكت دلال اختاري كارت فيهم أي كارت؟ أوكي اخترتي كارت؟ شو الكارت اللي اخترتيه دلال؟ نعم شو الكارت اللي اخترتيه؟ ثلاثة كبة حابة تغيريه؟ حابة تغيريه ولا مبسوطة فيه؟ لا خليه فور شور اوكي دلال شوفي لو تلاحظي هون كل الكروت عاديين اوكي كل الكروت طبيعيين في كرت واحد انا حاطط عليه علامه بين الكروت كلهم اللي هو ثلاثة الكبة مزبوط دلال دلال يعني هلا رح توصلك الصوره البطاقه اللي انت نقيتيها طلع هي الوحيده يلي بيناتهم عليها هاي العلامه بس طب في شيء غريب شو الغريب لا شو الغريب لا هو شو الطبيعي لما يكون في شيء غريب لا انه كيف ما بعرف اوكي سهام رح اعطيكي انا هون two choices اوكي بس لا توصلك الصوره اوكي دونت وري اوكي سهام في عنا احنا هون 1 2 3 4 كروت وهون في عنا برضو 1 2 3 4 كروت خلينا نقول كلهم بنات عندك 4 بنات هنا و4 بنات هنا اوكي بدك لسه عندي الكروت انت اوكي اوكي بدي اياكي تختاري بنت من البنات اي بنت بس ما تقولي لنا شو هي يعني هي بدها تنقل الازرق او الاحمر اي لا بنت يعني مثلا عندها قلب ديناري كلوبز سبيدز تختار اي واحدة فيهم بلا ما تقول لك اياها على بدون ما تقول لا ما تقول اوكي سهام بدك تختاري بنت كوبا بنت ريا بنت ديناري كلوبز سبيدز اوكي فنقي وحده بقلبك وما تقوليها اوكي اخترتي سهام اوكي سهام البنت اللي اخترتيها سودا او حمراء يعني هلا اقول لك شو اللون ولا ما يا لا بس قولي لي سودا ولا حمراء حمراء لا البنت حمراء يعني قلب او ديناري الاحمر هي قصدك انت كارد اللون اللي برا لا يا قلب يا ديناري يا كلوبز يا سبيدز هو قصده نوع الكارت يلي قلب احمر اوكي اتس اوكي اوكي بدي اياك تختار لي انت واحده سودا اوكي اي بنت سودا اوكي انت بدك قلب احمر بدك تغيريها ولا يور هابي وذ ات You're fine. القلب اللي هو هذا. بديك تختار البنت الثانية السوداء شو كانت؟ بس ليلاحظوا المشاهدين بأنه طلعت هي المفتوحة بلا ما تكوني أكيد نحن مش عارفين لأن أنت ما قلتيها يعني. طيب أنت عندك تشويس هلا هون شو بدك؟ أنا نقيتها قبل. أوكي بستوني ولا كلوبز؟ أنا ما بدي حافظ الأسامي. أوكي اللي زي الشجرة؟ إيه زي الشجرة. ولا زي القلب بديل؟ لا 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 الشجرة. زي الشجرة أكيد بدك تغير؟ لا لا خلاص أنا أوريدي رسمتها هون طلع بقى قلت لي لحتى. أوكي اللي هي هادي؟ مظبوط. أوكي أنتوا شوفوا اخترتوا التو كاردز اللي ممكن تخلي التريك هاي بوسيبل ليش؟ عشان كل الباقي جواكر. في عنا هون شوكة اوكي بدك تفتح ايدك open your hand اوكي راح احطها هون حط ايدك الثانية فوقها بالطريقة هذه
هيك بيرفكت. سكر اصابعك على بعض. اكسلنت. ما تقوي بس خليك هنا. سكر شوي كمان يعني طم ايديك على بعض. بيرفكت. اوكي بدك تركز معايا. اوكي حاسس بحراره بسيطه في ايدك؟ في شيء بسيط عم بيحصل جوا؟ حاسس شو هو؟ حاسس بحرارة؟ لسه؟ حسن عم حسن طالع عجل بإيده. عم بتحسها تتحرك؟ بدي لكم إنه أحس إنه إيدي انطعجت الشوكة، بس أنا ماني شادد يعني أنا مسكها عادة. شوي شوي افتح أصابعك عن بعض. انا انتبه انا ما شديت علي يعني سكه هيك عادي يعني لا تشد الواحد يعمل هيك. Very good. بدي اياكي تختاري كرت براسك بعقلك اي كرت. اوكي قولي لنا شو هو بدك يتقول لك شو هو؟ يعني عادي قولي الكارت اللي اخترتيه بعقلك دعد. قص الكبة. مبسوطة فيه ولا بدك تغيريه؟ لا خليه. أكيد لأنه آخر مرة قلت له غير ما غير طلع. بدك تضلك على قص الكبة يا؟ ضل عليه. أوكي قص الكبة. في كرت واحد مقلوب بالورق كله. بدي اياك تشوف الكرت هذا تسحبه تشوفه. انا راح اسحبه دغري للكاميرا. شو يا دعد؟ لا هلا خلص ما بقى فيي احكي. يعني هذا الكرت الوحيد المقلوب قدامنا عم نشوف كل شيء لايف على الهواء. في عندنا هون احنا عارفين طبعا 1 2 3 4 5 اللي هي 500 درهم في التأكد منها. Go ahead. Okay. 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 Perfect. أحمد لو سمحت عندي صوتك. Okay. شوفي. شايفينهم؟ عم بتشوفي لوسي كل شيء قدامك؟ Ready؟ عم شوف بس الصوت كثير بعيد. ما Ready؟ عم نحكي نحن هلا يعني شوفوا. كثير. شوفوا. إيه عم شوفوا. اف 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 شفتي يا لوسي؟ كنت اسدب في وقتك. لا روح انبسطت لوسي. لا بدك تروح على البريك رح اعطيك على البريك رح اعطيه هلا رح اعطيه الدولار يعني 1 دولار عرفت كيف الدولار واحد يحول لهم ميات. اوكي رح اقول لكم قصه بسيطه صارت معايا في بريطانيا. اوكي واضح كل شيء هنا؟ دمك شاشه. اوكي لا اوضح لازم تكون من فوق اكثر. اوكي فيري جود. وانا في بريطانيا كنت اسوي الشوز كنت صغير 13 14 سنه تقريبا. ففي ناس عندك they're challenging يعني ما يتقبلوا الماجيك بطريقه حلوه ما يستمتعوا فيه they challenge you no magic doesn't exist عرفت كيف. فانا هقول لك قصه صارت معايا وانا ام بيرفورمينج لواحد من الاشخاص. اول حاجه قول لي اوقف بالوقت اللي تبغاه. اوكي وقف. اسحب كرت احفظه وفرجيه الجمهور كلهم بس ما تفرجيني هو. انا بده يبين عندك هونيك تغمض عينك. سكرت عيوني تفضل. اوكي كاميرتي وين؟ دان. اوكي اوكي قول لي اوقف مره ثانيه بالوقت اللي تبغاه. سي ستوب. ستوب. حط كرتك. حطه هون. ايوه خلينا نحفظه. حفظته. اوكي فيري جود. وانا جالس اخبص الورق قال لي لا وانا ام شافلين قال لي لا انا ابغى اي وانا شافل. قلت له اوكي ما في مشكله اخلط الورق. قال لي لف ظهرك زي ما انت سويت الحين لف ظهرك.
فلفيت ظهري. What he did with the least expected. أخذ نص الكروت حطهم face down وأخذ نص الثاني حطه face up. بالطريقة هذه عنا إحنا face up وface down الورق. أوكي؟ مسك الورق ولخبطه في بعض بالطريقة هذه. الطريقة هذه الورق كله كان ملخبط وجلة فوق وجلة تحت وجلة فوق وجلة تحت. مزبوط؟ مزبوط. أوكي. قال لي أوكي لقي لي كارتي هلأ. فأنا بس قطعت الكروت لقيت في بعضهم face up لقيت في بعضهم face down لقيت الكروت كلياتهم لخبطين face up face down. قلت له I'm very sorry ما بإمكاني أكمل الخدعة هذه أنا لأنه أنت لخبطت الورق بطريقة جدا صعبة. فبدأ he started to make fun of me يعني يقول لي إنه magic doesn't exist وما في حاجة اسمها magic etc. فأنا بس عشان أفرجيه إنه magic does exist حاولت إنه أستخدم الماجيك تبعي بدل خفة إيدي. اللي سويته أنا إنه I cast the shadow فوق الكروت بالطريقة هذه. كرتك إيش هو؟ قل لي اسمه. هو الشاب. أوكي. البستونة. أوكي. شوف الورق كله. كل الورق بيظبط نفسه. أوف. إلا كرت واحد. اللي هو كرتك كانوا كلهم مخربطين إذا لاحظته.